أهلا بكم مشاهدينا مع ختام تعاملات اليوم، وهذه تغطية حية ومباشرة لمؤشرات الأسواق العربية والعالمية وأسواق النفط والعملات والمعادن. مع ختام آخر جلسة هذا الأسبوع مشاهدينا، نستعرض أهم مؤشرات الأسواق الخليجية والعربية حتى اللحظة. السعودية لازالت على ارتفاع ب 1.1% ب 85 نقطة عند 7599 نقطة. قطر أيضا قبل الإغلاق ببضع دقائق على ارتفاع بنحو 14% ب 35 نقطة، مؤشرها العام عند 10328 نقطة. أبو ظبي أغلقت بالفعل منذ قليل على ارتفاع ب 13%، ودبي أغلقت على انخفاض طفيف ب 6%. البحرين على ارتفاع بنحو 17% عند 1323 نقطة. إلى بورصة القاهرة لازالت على ارتفاع في المنطقة الخضراء بنحو 14% ب 48 نقطة عند 13779 نقطة. بورصة الأردن في المنطقة الحمراء بنحو 14%. نتحول لمشاهدينا لمعرفة أهم مؤشرات الأسواق العالمية وأسواق النفط والعملات والمعادن.
إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961 عمل على دعم وتعزيز سبل العيش للناس في أكثر من 100 دولة من خلال تمويل مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات. وتسهم المبادرات التي يطلع بها الصندوق الكويتي والتي تتراوح ما بين البنية التحتية والصحة والتعليم في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. من مسار الثقة نواصل مسيرة النجاح. من أسواق العقارات نؤسس لأفكار لا تنتهي من الفرص والاختيارات العقارية لنوفر مشاريع مبهرة. في أسواق المال نكمل نجاحنا في جذب ثقة شركائنا عبر خيارات متنوعة من الأنشطة الاستثمارية بدقة التكنولوجيا. تتوالى إنجازاتنا في صناعة أنظمة متطورة بحلول مبتكرة. دلالة قابضة، الثقة والابتكار. أهلا بكم من جديد. دخل نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام اليوم بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل برفع أجور الموظفين في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس. هذا التصعيد يعد اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية وأزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد. المزيد مشاهدينا في العرض التالي.
لمزيد من التفاصيل ينضم الينا من تونس محمود المجدوب مراسل الجزيره مباشره. اهلا بك معنا محمود، وما هي اهم مطالب المحتجين وماذا عن رد الفعل الحكومي المتوقع؟ نعم، هو ياتي هذا الاضراب في خضم ازمه اقتصاديه واسئله مستمره في تونس مع فشل اخر جوله من المفاوضات الاجتماعيه مع الحكومه امس. يشارك في هذا الاضراب كل مكونات الوظيفه العموميه من وزارات وادارات ومصالح ماليه وقطاع الصحه، استفسر منها بالطبع البنوك وخدمات الاستعجال والبريد، يطالب الاتحاد بتعديل المقدره الشرائيه لاجراء العمل بقطاع الوظيفه العموميه التي لديها ورد في الشكل اللافت وقت تعديله، وتبان انه يتبنى الدفاع عن القطاع العمومي والتصدي لما يعتبره نوايا الحكومه في التفويض بالبيع في عدد من المؤسسات العموميه التي تعاني من اوضاع ماليه صعبه، بينما تنفي الحكومه هذا الامر. الذكر نسبه فاقت تقريبا نجاح حسب قياديين مصريين فاقت 90% عموما، ووصلت بعض الجهات الى 100%. رد فعل الحكومة هو في اليوم كان هناك مبرمج جلسة لسماع رئيس الحكومة الذي كان يقدم فيها قانون المالي من سنة 2019، ولكن تم تأجيل هذا الجلسة بطلب من رئيس الحكومة نفسه، وربما في ذلك مؤشرات إلى رغبة للحكومة في الوصول إلى حل لهذا الصراع ولهذا التوتر مع الاتحاد العام التونسي في الشغل. شكرا لك محمود المجدوب مراسل الجزيرة مباشر، ودعونا مشاهدينا نتحول لمتابعة جانب من كلمة الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل. أهلا بكم من جديد، وما زلنا في انتظار كلمة الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل التي يوجهها لهؤلاء المحتجين الذين يطالبون برفع الأجور في تونس. نلفت عنايتكم مشاهدينا أننا نبث هذه التغطية عبر صفحة البورصة على فيسبوك، ونتلقى أسئلتكم واستفساراتكم بشأن الاستثمار في البورصة وكافة الأمور الاقتصادية. شاركونا آراءكم، ماذا عن مستقبل العملات الرقمية في ظل خسائر حادة تجاوزت 420 مليار دولار في عام 2018، وصندوق النقد دعا الدول للتحول للنقود الإلكترونية؟ التعليقات بعد فاصل قصير. نستعرض مشاهدين هذا الجانب من تعليقات متابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هذا حساب يقول أن النظام الإيراني يسعى للتعامل بالعملات الرقمية ومنها البيتكوين للهرب من ضغط العقوبات الأمريكية حسب ما يرى صاحب هذا الحساب. هناك من يقول من غيرهم أصحاب وملاك البنوك لديهم مصلحة في تقهقر البيتكوين. عبد الله يقول تلاقي في ناس انتحرت بالخبر ده بعد سمع خبر تراجع قيمة البيتكوين هذا العام، وهذه الخسائر التي وصلت إلى 420 مليار دولار. هذا الحساب ممكن ريبل يصل لمستويات البيتكوين على المدى البعيد. إبراهيم يقول أسعار عملة بيتكوين تواصل التراجع في العالم كله. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام تغطية اليوم يوم الأحد بإذن الله، نلتقيكم في تغطية جديدة من هنا من قاعة تداول البورصة القطرية. ابقوا دائما معنا وإلى اللقاء.